عامة النجوم. أبشركم تقرير الأسبوع هذا مختلف جدا، بدينا من دقيقتين دقيقتين ونص، اليوم الدبل والضعف، لا تروحون بعيد. تقرير وحصيلة الأسبوع وراجعين لكم إن شاء الله. مرحبا والله وما شاء الله. مرحبا يا من بعزلكم يا ديوان خفاقي من كل علا ما حال عقب الغياب اللقاء. ترى برامج الواقع اسمه رياليتي شو، برنامج عالمي. الآن حنا في برامج الواقع في منكر بالسعودية نعيد أنفسنا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، مسعد الله اوقاتكم بكل خير. حياكم الله، معي انا وائل خواجي في التسعينات في حلقه جديده. عاهد الله هؤلاء الرجال ما كذبوا ان يحمي هالوطن. الله ينصرهم، عسى الله يردهم الى اهلهم سالمين غانمين، عسى الله يعزهم ولا يعز عليهم. حلو، شوف وجهها كيف صار صامل. عادي خذ راحتك. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم مشاهدين ومتابعين قناة الواقع، صبحكم الله بالخير. يعني أنت عندك نقاط، عندك ناس تحترمك، عندك جمهور. والله إني جيت متأخر أنا، وأصلاً أساساً فقرتكم هذه أنا مسميها الفقرة النبيلة، اللي هي يعني زي ما تقول تقوم الأخطاء. بس على طاري جيزان، ممكن تسولف على جيزان؟ يا أخي أشوف واحد من أخوي يصور لي، يداوم هناك، هو من أهل الرياض ولكن التحق في عملها في جيزان. يا جماعة الخير، شيء والله إنه ما أقصد إنه يعني تزلف ومدح في هذه المنطقة، غنية عني وعن مدحي، لكن أتكلم تطورت بشكل رهيب. نملة الغذاء، قهوة جميلة. اسمها النملة الغذائية. النملة الغذائية، أنا سميتها نملة الغذاء بالمختصر، عاد أبي ولا بكيفك. بتسيب، وراح نشوف كيف تغيرت آلية البرنامج كاملة، لأن هالفقرة تعتبر العمود الفقري للبرنامج. باسمي واسم المتسابقين أو النجوم عفواً، ورحب بكم أعزائي المشاهدين. أعزائي المشاهدين، بكل حب نستودع الله سبحانه وتعالى المتسابق عبد الرزاق، في أمان الله. حكون ثقة في الجمهور أنه راح يجيبها يا رب، ثقة بالله يا رب. لذلك أنا أقول لأبو رزيقة، الجمهور رجعك والف الف مبروك. والله يا مرحبا. ايش يا ابني؟ يا سلامي سلامي للنجوم الكرامي في القدر احترامي، يا فارس الف مبروك. يا سلامي سلامي الكرامي في القدر وحده. محمد سعود محسن الحشاش من مملكة البحرين، عمري 23 سنة، وإن شاء الله عقب كم من شهر بنكمل 24. شباب ارموه ارموه، رمي 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 رمي. يا مرحبا هل يا مرحبا هل يا مرحبا هل يا مرحبا هل بضيوف دولتنا الدولة الصربية. يا 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 عين، لا قالوا المال عادي. يلا شباب، خمسة ثواني. إجابتك إذا مي موجودة إجابتك غير معتمدة، ما في الرقم الموجود هنا واحد، خلونا نتأكد، ممكن يكون غير هذا. طلع واحد بدون ما أشوفه. تبغون تعرفون كيف عرفت؟ خليكم معي. مرحبا بكم في حلقة جديدة وفقرة جديدة، قهوة المغرب جبناها لكم بشكل حبي ولطيف.
رجعنا لكم بعد التقرير. شكرا مزون ماجد على هالتقرير الجميل اللي شفناه على الشاشة، وانتهز هالفرصة اللي أنا فيها ونقول مرحبا مليون بالإعلامي الجميل والقدير سعد القحطاني بانضمامه لنا في كوكبة برنامج الفرصة، ولازلنا أكيد في إطلالة الجميل، في انتظار إطلالة الجميل علي الغامدي بإذن الواحد الأحد. صباحكم جميل مرة ثانية وثالثة. على قولتهم بالعامية وبالكويتي، أنا حدي مستانس لأن اليوم حنودع نجم. حياكم الله. الله يحييك، بس ما وجهت لك أي سؤال يا حمد حبيبي. طبعا الشكر